هرنا كيف حالك شلاك نجينا يحلج جينا بطلنا الروايد بطلنا لروسي ما قلنا التحج اللي وجد الدراسة ديالنا كانت مطالة بابو ديال البارح تعطى الطريقة ديال الأشعار الدراسة ديالها واجدة الاعتمادات واجدة كذا منين يوصل الدور ديالها راه غادي يجي الصيانة فعل والصيانة حنا كنتفاهموا هاد المسائل راه كندوزو منها من غيركم وهذا راه ملي كنكونوا دايزين ما كتبوش حتى تفهموا انا شحال مرة انا شحال مرة انا كنخرج نتوما ما كتبوش تخرجوا من الطريق فين غنهربوا فين غنهربوا دابا حنا بالنسبه للسؤال هاد الزرع هذا ما خلاش خدا منها كاع الزرع هذا ما خلاش خدا منها كاع عقدنا مع الجينا 19 سنة 2014 خدمتو واحد التون هو باش تشوف على الاقل على الاقل صيانة ما كتديرش هاد الصيانة لا الصيانة خصها دار الصيانة كايناش واش الصيانة خصها دار دابا هو فريق هذاك المقطع ديال البلدية لا ما كنهضرش غير على المقطع ديال البلدية هذاك راه كنمشيو كنهضر من الكارون الكارون ديال الزراعة بحال يعني يرتل حنا كنتفاهموا الانشغالات ديال الساكنة ديال هاد البلاد كتقول قوت ما طوال هاد الشيء هذا اللي شحال من خرج الناس راه الناس راه الناس راه اكثر من 10 ملايين الناس غادي يجي سنة هاد المحطة واش الصيانه اسمح لي الصيانه هي هذه ديال التراب التراب النبليز غتبقى دير التراب وتحطو وحنا غاديين بابيزات كيتهرجوا لنا في الشكل ديال الصيانه شحال عندهم ديال الصيانه فهمت انا الصيانه في العام ما كتديرش حنا ما بغيناش الصيانه حنا بغينا حل وهذا الشيء دابا اللي خدام دابا النبليز دابا فاش دزتو شنو خدامه خدامه التراب طراب تما طراب شوف الناس راه غير فاش كتبغيو تجيو نتوما عاد كينوض شويه العصلاح الميزانيه راه دايره الرطاب واني حنا كنطلبوا من الناس البلديه غير عمرو بعدا غير كتبنا غير على الجبل ثلاث كروازينا بعدا نلقاو فين غنهربوا مشينا عندهم ووعدونا وما كاين حتى حاجه والو كيديروا التراب كيديروا التراب هو دابا دابا التراب كنطيح عليه الشتا وكتغيش بعد ما درنا معاك الجيم وكان كنقول لهم باش يطبقوا التوصيات ديال سيادة تكون في ذاك الاجتماع ديال 19/6/2014 ما كتطبقوا حتى شي حاجه نهائيا السي رشيد السي رشيد دورنا فيه اللي تسالينا في الاقليم وعارفين بان الشبكه الكهربائيه ممتلئه وبان راه حتى واحد ما كيخرج الجنب اللي كيكونوا جوج طويلات كيتخرجوا كنا عندنا ستة الأرواح بالإضافة لينا حنا. ما يبقاش الإنسان يتكلم بهذه الطريقة. جوج الناس كل واحد خاصو يسمع شحال واحد جميل. شي كل واحد نعم ثلاث عامين في داك الاجتماع داك الاجتماع ديال العماله فاش قال لك السيد الزرغي فاش قال لك عندنا صافي داك حلول الترقيعيه سميتو الشارع 3 مارس فينا هما عام ونص فينا هما الحلول الترقيعيه فين لا فهمت انا عام ونص عام ونص عام ونص بزاف اش من عام ونص بالنسبه لا هذا غير اجتماع عمل هذا غير اجتماع عمل حنا كنتسناو راه ما كاينش هذا غير اجتماع عمل عام ونص عام ونص السيد العامل التعبير عبرنا المواصلة للعدم صافي عبرنا المواصلة للعدم صافي تعبير وحرية السيد العامل واحد جوج مصاريف ديال الساكنة الطريق كان 5400 مركز الزراعه وصلنا لواد ياك واد الفاصل واد الاحمر في الحدود مع الاقليم ديال الشرق زدناها في الاتفاقيه ديال الشراكه الاتفاقيه ديال الشراكه ماشي غير الرسوم هما في الدراسه الجيو تيكنيك سمي عجلوا الدراسات ولكن الصيانه حنا كنتفاعل بان الطريق مرست في الجوانب ديالها ماشي بالطراب السيد العامل ماشي بالطراب لا 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 شوف الله يبارك لك العامي راه جا ماشي بالتراب السيد هذا جا معنا حتى الواد الحمر وجا في بعيني قال لك فهاد السيد الشارع ديال الطروان حتى حاجه ما دار حتى حاجه ما دار بنفسه السيد ديال برا ديما كيقولوا لنا بدات الدراسه الاولى تفضلت بدات الدراسه الثانيه تفضلت بدات الدراسه الثالثه تفضلت غادي يبداو الاشغال في شهر 6 غادي يبداو مور الانتخابات ما بغيناش نفهموا حنا 5 سنين هادي كيقولوا لنا هذا المشروع غادي يبدا ما بغيناش نفهموا علاش هذا المشروع ما باش يبدا اللي نطلب حالا ومستعجل هو الصيانه ديال الجوانب ماشي بطريقه سيد العامل ما باش التراب ماشي بالتراب حنا راه واش قلنا له الصحه التراب اه هو دابا الخدام كيقلع التراب ويردو في بلاصتو يمشي يدير التوفنو ويدير مسائل اللي كتبر ما تدارش البطون
ما تدارش السيمه وسميتها والرمله كدار كدوز باش الكودر كدوز غير يومين كتولي بلاصه الباربيزات مشى والفيران مشى وكلشي مشى كيجيو كيديروا السياره مراف في عامين ولا في هذه كداب ما فيها باش العمل شي الا كنت كدير واحد الزياره ولا شخصيه مرة مرة تعرف الامور كيف كيفاش كتتم ماشي مرة كيدير احترم من وجهك لا 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 قال لك لا 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 هما ملي كانوا اتصلوا تما كنا ندخلوا تاعنا ونديروا الكونتور ديال داكشي وندخلوا من جهه الزراعه من هنا ولا الطريق ولكن بغينا نشوفهم وبغينا ندوزوا من تما لان حنا ما بنينا في الدير الشعب العام ماشي المراوغات ولا فيه حنا من تما ودوزنا من تما قدام وكذا وما كنا وما يمكنناش نوصلوا لان البورتاج اللي كيكون ديال الشعب العام دايز ولا ديال كذا ما يمكنش وصيفطنا لهم وقلنا لهم بانه ديروا هاد المشاعر اللي كديروا كذا جيبوا لنا واحد 10 الناس ولا 15 الناس غادي نتاكلوا معاهم وغادي نحلوا جميع حنا كنتاخذوا العمل ديالك العماس في الاقليم ديال تازا ماشي بمجامله لا ماشي مجامله كنتاخذوا بالمجهودات ديال سيدنا الله ينصرو انما في هذا الاطار هذا كنطلبوا جوج المطالب المطلب الاول وهو بالنسبه لوزاره الصحه غايبه في الزراده الصحه غايبه في الزراده المستشفى العيالات اللي بغاو يولدوا راه كننتقلوا اماكن اخرى وبامور اللي هي حشومه انها تكون مازال في القرن في هذا القرن هذا وفي هذا الوقت هذا ديال سيدنا الله ينصرو خصوصا في الزراده الصحه غايبه في الزراده الاولى ثاني حاجه كنطلبوا وعندنا شرف كبير انه سيدنا الى شي نهار شرف وزارنا هذه المنطقه هذو جوج حوايج كنطلبوا من الله يجازيك بخير السكنه كطلبها ما يكونش بحال ديال شي 19 سنه 2014 اصلاح السيانه إذا شتي الميزانية اعتمادات الشبكة ديال الإقليم وداك الشيء الطريق ما يجيهاش حتى كراهات مالية اللي بغينا حنا نهضرو لنا الإقليم هو أنه تكون الشبكة الطرقية في أحسن مستوى باش تدوز أحسن طرق ويكون الحركة ديال المواصلات في المكان تعرف الشرايين والانطلاقة ديال الدينامية ديال البنية الاقتصادية والاجتماعية إلا ما كانش الطريق راه ما كاين والو الاستثمار ما تكون الحركة كانت اتفاقيه اللي في هذا المحور الطرق اللي غادي يوجد في راس الحدود غادي نمشيو نستقبل الله وغادي يا سيدي انا ماشي في القضيه الزراده الساعه الدائره كلها تاتا لا مباطا باش نرى اكثر من احنا ما خدمناش الا ما خدمناش الا جاوا فاس غنبقاو جامعين نديرو نخلصو كريديات نمشيو نبيعو الحوايج ونخلصو الشركه ديال الطبيب شحال هادي حنا عينا بالوعود بقيت عينا بالوعود هاد النهار غدا وتا حدا ما كاينه الوعود اتفاقيه شراكه الله يخليك تا حدا ما كاينه الناس المسؤولين كنمشي عندهم كيقول لك هاد السيمانه حتى حدا ما كاين واش الفلوس عندنا ودراهم قلتوا لنا بان هذا مشكل وطني ماشي غير التصحيح ولكن حنا كنعرفوا بان كنتم السيد العالي هو صاحب الجلاله يعني الصوت ديالكم كيصوت السيد وزير الداخليه وكيصوت السيد وزير الداخل والتجهيز هاد الناس كما قلت لك خصنا نحيدوا لهم هاد الفكره ديال انهم مقصيين ما كاينش شي خساره ترك الناس مازال ديال فرنسا مازال ديال فرنسا ترك مازال ديال داك التاريخ اشتي 3 مارس باش تكون غادي من هنا كتحلوا ترقيعيه هبط غتشوف ديال الاستعمار ما قلتلكش مازال التروطوار ديال فرنسا ديال عهد فرنسا ديال الاستعمار كيشوفوا الاشغال حنا كنشوفوا سيارات ما كنا كنشوفوا من صافي.